حياكم الله بالخير، وأنا خالد الجابري ورحب فيكم في برنامج إنكريبتو، دليلك الذكي لعالم الاقتصاد الرقمي، ومن هالمبنى الرائع متحف المستقبل. في حلقة اليوم بنتكلم عن الأمن السبراني أو السايبر سيكوريتي، الدرع الخفي اللي يحمي كل جوانب حياتنا الرقمية في عصر الإنترنت. فهو مثل اللقاحات والأدوية، تطمئن لوجودها لكنك أحياناً تنسى أهميتها طول ما أنت معافى، إلا حين تأتيك جرثومة أصغر من أن تراها لتقلب حياتك رأساً على عقب. ولهذا راح نجاوب في حلقة اليوم على بعض الأسئلة، مثل ما هو المقصود بالأمن السبراني، ما هي الأهمية القصوى للسايبر سيكوريتي في زمن الاقتصاد الرقمي، وما هو المستقبل بالنسبة للأمن السبراني. وقبل ما نبدأ خلينا نسأل الناس شو اللي يعرفوه عن الموضوع. الأمن السبراني هو الأمن المعلومات. أمن السبراني حماية الأسر التقنية. هو تقريباً أمن شامل لأي شيء تقني. هو أمن المعلومات. ما بعرف كثير، بس هو أكيد شيء خاص بالإنترنت. حماية معلوماتنا على الكمبيوتر. هو شيء بتعلق بأمن المعلومات. الأمن السبراني حسب معلوماتي إنه هو الأمن الإلكتروني. أتوقع إنه هي الحماية من الهاكرز. عموماً فكرة عن الأمن السبراني هي أي أمن أو الموضوع الأمان ما يخص موضوع التكنولوجيا، المعلومات، أي شيء سوفتوير نكون بأمان بها الموضوع هذا. حاجة خاصة بالسيكيوريتي بتاعة اللي نعرفه، ما عارفش ممكن صح أو غلط، السيكيوريتي بتاع أو السيكيوريتي سيستم، وليكن مثلاً في مطعم مثلاً على سبيل المثال أجي أعمل أوردر أو حاجة، أوتوماتيكلي بيوصل الأوردر للمطعم أو للمطبخ يعني. الأمن السبراني هو عملية حماية من أي اختراق أو هجمات رقمية محتملة للأنظمة والبيانات والاتصالات والشبكات الموجودة والمتصلة بالإنترنت. ولأن استخدامنا للإنترنت أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا، فاحتمالات التعرض لعمليات الاختراق واردة وبأشكال وبطرق مختلفة. الملفت أن هذه العمليات أصبحت متقدمة جداً لدرجة أنك ممكن تتعرض لها دون ما تدري. فاليوم ممكن الهاكر يتجسس عليك عبر كاميرا أو مايكروفون الموبايل، والهاكرز اليوم يمكنهم سرقة بياناتك وصورك الخاصة ويعملوا لها أبلود الملفات عندهم وانت ما تدري. أي شخص، فرد أو مؤسسة أو دولة، معرض في أي وقت من الأوقات أنه يقع ضحية للهجمات الإلكترونية ولأي سبب كان. تخيل أن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الرجل الذي يمتلك أكبر شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، تعرض لسرقة حساباته على بنترست وتويتر ولينكدين، وذلك من خلال جماعة من الهاكرز تدعى أورماين. والحمد لله أنه ما تم سرقة حسابه على الفيسبوك وإنستغرام. مجموعة أورماين قامت بنشر تغريدات على حساب مارك في تويتر، وكتبوا تعليقات على حسابه بموقع بنترست للكشف عن هذا الاختراق، وقالوا بأن كلمة المرور لزوكربيرغ على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي كانت دا دا دا. تخيل هذه الكلمة البسيطة كانت هي كلمة السر لمارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك. واعتقد أن تاريخ 16 يوليو 2020 لا يمكن أن ينساه مجموعة من المشاهير والشخصيات الهامة، بينهم إيلون ماسك وباراك أوباما وبيل جيتس وجيف بيزوس وجو بايدن وكيم كارداشيان وكاني ويست، واللي قامت مجموعة من الهاكرز باختراق حساباتهم على موقع تويتر ونشر تغريدات فيها دعوة لمتابعين هؤلاء المشاهير بإرسال أموال بعملة البيتكوين إلى رقم محفظة إلكترونية تحت حجة مضاعفة هذا المبلغ المحول. اختلفت طريقة كتابة التغريدات، لكن كان المضمون واحد، وفي غضون دقائق فقط من نشر هذه التغريدات وقبل ما تقوم إدارة تويتر بحذف التغريدات، أظهر أحد حسابات بيتكوين 320 معاملة تحويلات برصيد إجمالي وصل إلى أكثر من 113 ألف دولار أمريكي. تخيل معي أن هذا الشيء يحدث مع أغنى وأقوى وأهم أشخاص بالعالم. ولم تسلم الفنانة سيلينا غوميز من عمليات الاختراق، فتم اختراق حسابها على إنستغرام ونشر صور خاصة بها، ولكنها نجحت في أن تحذف هذه الصور وتسترجع حسابها من جديد. ليس فقط حسابات السوشيال ميديا، لكن أيضاً موبايلات المشاهير والسياسيين تم اختراقها، ومن ضمنهم الهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء الإنجليزية السابقة ليز تراس، وتمكنوا من الوصول إلى تفاصيل سرية للغاية. وحتى حفلات الزفاف الملكية لم تسلم من الاختراق،
فمصور حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل تم تحذيره بشأن وقوع حسابه ضحية للقرصنة تسريب مئات من صوره على الإنترنت. فعلاً تم قرصنة حسابه والصور تم تسريبها باسم بريفيو، ومن ضمن هذه الصور اللي تم سرقتها صور خاصة للأمير هاري وزوجته ميغان خلال حفل زفافهم وصور شخصية أخرى لهما. خلونا نتناقش أكثر في موضوع الأمن السبراني مع ضيفنا في اللقاء التالي. من الأخطاء الشائعة المنتشرة بين الناس هو الاعتقاد بأن بياناتهم الشخصية الموجودة على الإنترنت سواء في شبكات التواصل الاجتماعي أو حسابات الإيميل أو غيرها هي بيانات محمية بشكل تام، وبالتالي يصدم الشخص ممكن حين يتم اختراق هذه البيانات وتسريبها، وفي بعض الأحيان أيضا قد يفترض أن هذه البيانات تم حذفها لما يقوم بحذف الحساب الخاص فيه، ولكن يكتشف بعد تسريب مثلا البيانات إذا صار اختراق مثل الاختراق اللي يصير لبعض شبكات التواصل الاجتماعي أن بياناته الشخصية ما زالت موجودة في قواعد البيانات الخاصة بالشركة. فبالتالي افتراض وجود خصوصية للشخص على شبكة الإنترنت هذا افتراض خاطئ، والمفروض أن الشخص يفترض أن البيانات اللي يقوم بمشاركتها على شبكة التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت بشكل عام هي بيانات عرضة لأن تكون معروضة للجميع في وقت من الأوقات. إذا ما قام الشخص بحماية بياناته الشخصية على شبكة الإنترنت واستطاع أحد المخترقين الوصول إلى بياناته الشخصية فممكن أنه يقوم بانتحال شخصيته واستخدام أساليب النصب أو الهندسة الاجتماعية لسرقة إما معلومات شخصية أو أيضا مبالغ مادية من مؤسسة اللي يعمل فيها أو من الأشخاص اللي يعرفهم، وهذا محاولة شائعة ممكن كثير من الأشخاص تعرضوا لها أن يتم اختراق مثلا حسابه على برنامج الواتساب وتصل رسائل لكافة معارفه تطلب مساعدة مالية عاجلة. أيضا ممكن يتم اختراق حساباته البنكية بشكل مباشر أو بطاقات الائتمان اللي يملكها بشكل مباشر وإجراء عمليات شراء أو اقتراض ما يكون هو عنده خبر عنها ولا يكون عارف فيها، وهو في النهاية يكون المسؤول عن عواقب هذه العمليات. حماية الشخص لبياناته على شبكة الإنترنت أو بياناته الشخصية تنقسم إلى قسمين. أولاً الإجراءات التقنية اللي ممكن يأخذها الشخص. الإجراءات التقنية هذه ممكن تكون إجراءات بسيطة مثل تفعيل التحقق الثنائي على كافة الحسابات الخاصة فيك بحيث أنه ما يكفي للمخترق أنه يعرف كلمة السر لدخول الحساب، ولكن أيضاً يحتاج أنه يكون عنده مثلاً أكسس على تليفون الشخص بحيث أنه يكون عنده الكود. هناك إجراءات أخرى مثلاً أن دائماً الشخص يأمن أجهزته الإلكترونية خاصة جهاز الهاتف، لأن غالباً التحقق الثنائي أو حتى التحقق من هوية الشخص يتم عبر الاتصال بالهاتف أو إرسال إيميل للهاتف، فبالتالي أن يكون الشخص عنده نسخة احتياطية من بياناته الموجودة في الهاتف، أن يكون مفعل خاصية تتبع الهاتف وإمكانية مسح الهاتف عن بعد في حالة سرقته لا سمح الله، أيضا هذا من الإجراءات اللي ممكن تحمي بيانات الشخص وتؤدي خلنا نقول إلى تقليل احتمال تعرضه للاختراق أو النصب على شبكة الإنترنت. وهناك إجراءات مثل ما قلنا في الوجه أو خلنا نقول في الجانب الآخر إجراءات على المستوى الشخصي، وهي سلوك الشخص على شبكة الإنترنت، أنه ما يكون التصرف التلقائي عنده في شبكات التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت بشكل عام أنه يشارك بياناته الشخصية. حسن النية في الإنترنت ممكن يؤدي إلى مردود عكسي وممكن يؤدي إلى أضرار الشخص ما يمكن يتوقع. هذا بالنسبة للأفراد، أما بالنسبة للمؤسسات فالموضوع أبسط من إجراءات يتم اتخاذها بشكل لحظي، هي أمور تتم على مدى عادة سنوات وتحكمها إجراءات وقوانين سواء في الدولة اللي تكون موجودة فيها المؤسسة أو أحيانا معايير عالمية. فبالتالي الموضوع بالنسبة للمؤسسات موضوع تغيير ثقافة مؤسسية بحيث أنه الموظفين من رأس المؤسسة إلى
يعني كافة الموظفين في المؤسسة يكونون ملتزمين بهذه الأمور، مش فقط في حياتهم العملية ولكن أيضا في حياتهم الشخصية، لأن أكثر أسلوب اختراق شائع بالنسبة للمؤسسات حاليا اللي هو الرانسوموير أو اللي هي البرمجيات الفدية، يتم غالبا إصابة أجهزة المؤسسات عبر الهندسة الاجتماعية واختراق الأفراد اللي يعملون في المؤسسة في البداية. فبالتالي الموضوع موضوع ثقافة مؤسسية يلتزم فيها كافة أفراد المؤسسة. في فبراير 2022 انتبه بعض المراقبين وخبراء الانترنت أن الشبكة العالمية تعاني من بعض الخلل في أقصى شرق آسيا، وتحديدا في اتصال دولة كوريا الشمالية بشبكة الانترنت. الدولة كلها تعاني من انقطاع الاتصال، مو لدقائق أو ساعات ولكن لأيام. عزل بعض هالأمر لإجراءات اتخذتها السلطات المحلية هناك، واللي بتحد استخدام الانترنت ولا تسمح له إلا لبعض المواقع، إلا أن السبب ما كان نتيجة إجراءات محلية. حاول المختصون البحث عن من وراء الهجوم ليكتشفوا أن مصدر الهجوم كان أبسط مما يمكن تخيله، فمن كان وراء تلك القرصنة هاكر أمريكي واسمه الحركي P4X. ولما سأل عن السبب في مجلة وايرد قال أنه قبلها بسنة تعرض لاختراق من قبل قراصنة في كوريا الشمالية، ولهذا قرر P4X أنه ينتقم فأسقط شبكة الإنترنت عن دولة بأكملها. تخيلوا شخص واحد ممكن يوقف حياة شركات ومؤسسات ويضيع أموال واستثمارات بمليارات الدولارات ببضع نقرات على الكمبيوتر. صدقوني أنا ما بالغ، بس الأمن السبراني أصبح واحدة من أهم المواضيع قبل أي خطوة في العالم الرقمي. أكيد سمعتوا من قبل عن حد تعرض لهجوم الفدية أو الرانسوموير أتاك، اللي هو لما يلاقي الضحية موبايله أو اللابتوب الشخصي مغلق تماماً، ما يقدر يفتحه وتظهر له رسالة أنه لو ما دفع مبلغ من المال للقراصنة ما بيقدر يوصل لبياناته مرة ثانية. والسبب غالباً هو أن الضحايا ما كانوا مأمنين نفسهم ضد هجمات القراصنة. هالموضوع ما بيتوقف عند هالحد، اليوم صارت عمليات الاختراق تتوسع ووصلت لتهديد أمن شركات والتجسس وسرقة ملفات سرية، مثل ما حدث في مارس عام 2018 بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية. المدينة بالكامل تعرضت للهجوم باستخدام برنامج سامسام رانسوموير. أغلب المؤسسات الخدمية والمحاكم فقدت الاتصال بالإنترنت لمدة 5 أيام، واضطر الموظفون لغلق أجهزة الكمبيوتر وإيقاف ثلث البرمجيات المستخدمة في المدينة، وعادوا للورقة والقلم لإتمام الإجراءات الخدمية وعدم تعطيل العمل. القراصنة طلبوا فدية 51 مليون دولار، وبعد التفاوض دفعت المدينة 17 مليون دولار. أهم درس تعلمته أتلانتا هو أهمية تحديث برامج الأمن السيبراني لحماية أنفسهم من الاعتداء الرقمي. وهذه كانت من بعض الهاكرز الفرديين، ولهذا الحماية من الجرائم الإلكترونية مو رفاهية في عالمنا اليوم. وتعالوا نوضح شو الفوائد من الأمن السيبراني. أول فائدة هي حماية بيانات الأفراد من مخاطر السرقة. بعض المخترقين يسرقوا المعلومات الشخصية ويبيعوها للمحتالين أو يطلبوا فدية مقابل رد هذه البيانات. الفائدة الثانية هي حماية الشركات والمؤسسات من الفيروسات اللي ممكن تتسبب في إتلاف ملفات الشركة والأجهزة الإلكترونية، يعني تعطيل العمل وخسائر مادية كبيرة. أما ثالث الفوائد للأمن السبراني هي مواكبة التغيرات السريعة في تكنولوجيات القرصنة واتقاء شرها. فمع ظهور التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء راح تزيد أعداد الأجهزة المتصلة بالإنترنت بشكل كبير جداً، ويمكن للمجرمين استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في إطلاق هجمات إلكترونية تخترق الأنظمة دون أي تدخل بشري وبسرعة كبيرة جداً. كل هذه الفوائد تؤكد أن الأمن السبراني ضرورة، خصوصاً مع الاتجاه العالمي لتبني تقنيات الاقتصاد الرقمي. ما راح يكون فيه اقتصاد رقمي ناجح دون أمن سبراني متطور وقادر على مواجهة أعمال القرصنة والتخريب المستمرة. خلوني أقولكم عن رقم كبير جداً للتكلفة الاقتصادية للهجمات السبرانية في عام 2021، واللي وصلت من 4 إلى 6 تريليون دولار أمريكي،
أي ما يعادل حوالي 4-6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع تطور تقنيات الاتصال واهتمام الدول النامية بالتحول الرقمي، متوقع أن يزيد هذا الخطر والرقم. لهذا تشير التقديرات أن الخسائر من الهجمات السبرانية راح تزيد وتكلف العالم حوالي 10 تريليون دولار سنوياً بحلول 2025. في المقابل، أرقام الإنفاق على أنظمة الأمن السيبراني هي كالتالي: في 2021 وصلت لحوالي 150 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوصل هذا الرقم إلى حوالي 460 مليار دولار بحلول 2025. بنكمل حديثنا وياكم عن الأمن السيبراني والهاكرز بعد الفاصل. أهلا فيكم من جديد. تكلمنا قبل الفاصل عن مفهوم الأمن السيبراني وتحدثنا عن أهميته والترابط الهام بين الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي. ومن خلال الأمثلة والأرقام رأينا كيف أن الأمن السيبراني ضروري لحماية كل تكنولوجيا رقمية تسهل حياتنا. لكن هل الناس مقدرة لهالمخاطر؟ وهل سبق أن تعرضوا لهجمة إلكترونية أو اختراق لحساباتهم؟ خلونا نشوف شو قالوا الناس ونرجع نكمل موضوعنا. لا، ما تعرضت للهاكر. لا ما تعرضت للاختراق قبل. لا، ولا مره تعرضت للاختراق الالكتروني. بالضبط، كان الموبايل بتاعي وكلمت الشركه، عملت بلوك للحساب بتاعي القديم وعملت حساب جديد واسمه ايه، سوفت وير جديد. لا ما تعرضت. لا ما تعرضت. كثير تعرضت، خصوصا في فيروس الفيديا راح كثير ملفات، انا ملفات وذكريات وبرامج شغلي كله راح. لا ما عندي اي تجربه لاختراق اي من حساباتي. اي نعم، وتعرضت هواي من طريق الفيسبوك اللي انستا، كل هاي البرامج اللي على حسابات التليجرام، هيك هواي تعرضنا هاي الامور. لا الحمد لله ولا مره صارت معي. مثل ما شفنا بالسابق، مع تعدد التقنيات الجديده وكثرتها، تحول الامن السيبراني لمصدر قلق كبير للشركات. وكل ما زاد عدد مستخدمي الانترنت وكم البيانات اللي يتم مشاركتها، زادت مخاطر التعرض للقرصنة والسرقة. ولهذا نسأل، شو هو مستقبل الأمن السيبراني؟ خبراء الأمن الإلكتروني يتوقعون أن عام 2023 راح يكون في ارتفاع كبير في الهجمات الإلكترونية المرتبطة بالسياسة، وتزايد في نشاط عصابات الفدية اللي تكلمنا عنها. وعلى نفس النسق بنلاقي أن واحدة من أساليب الشركات التكنولوجية الكبيرة لمواجهة هذه الاختراقات للثغرات الأمنية في أنظمتهم هي أنهم يسوون مسابقات لكل الهاكرز والمبرمجين، ويقولون لهم لو قدرتوا تخترقون نظامي أو تقولوا لي عن ثغرة ما كنت كاشفها، أنا بعطيكم مبلغ كبير من المال أو راح أوظفكم عندي. وبهذه المسابقات تضرب الشركات عصفورين بحجر، يقدرون يعالجون ثغرات ويكسبون موظف جيد من وسط الآلاف. واحدة من التوجهات المستقبلية للأمن السيبراني هي أن الذكاء الاصطناعي راح يكون جزء خطير في صناعة الهجمات الإلكترونية. ونفس ما نقول بعد، لا يفل الحديد سوى الحديد، فالمطورين اليوم يأخذون احتياطاتهم من الهجمات المدعمة بالذكاء الاصطناعي بابتكار أنظمة حماية لاكتشاف ومكافحة الهجمات، اعتماداً أيضاً على الذكاء الاصطناعي، بحيث تحد من الهجمات السيبرانية بطريقة أسرع وقبل ما يتم الوصول لأي بيانات. يعني اللي يهجم برامج ذكاء اصطناعي، واللي دافع أيضاً برامج ذكاء اصطناعي. وأكيد تتساءلون الحين، هل الصورة قاتمة وما في حد بمأمن؟ بالطبع لا. طب شو هي الدول المتقدمة وأبرز اللاعبين والأكثر أماناً من حيث الأمن السيبراني؟ في المقدمة تأتي الدنمارك، الدولة الأكثر أماناً من الناحية الرقمية في مقياس الأمن السيبراني اللي بتعده مؤسسة سيون لمكافحة النصب الإلكتروني في كافة مجالات الاقتصاد الرقمي، تليها ألمانيا ثم الولايات المتحدة. طب شو موقع الإمارات في هذا المجال؟ في الفترة الأخيرة دولة الإمارات نجحت في نشر الأنظمة والخدمات الرقمية في مختلف نواحي الحياة، ووفرت بنية تحتية ذكية لقطاع الاتصالات والتحول الرقمي، حتى تقدم للعالم نموذج ملهم للاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جودة حياة السكان. كل هذه الإنجازات وأنشأت الإمارات
مجلس الأمن السبراني وأسست السحابة الوطنية وأطلقت مبادرات في السلامة الإلكترونية لكل فئات المجتمع بما فيهم الأطفال، كما أصدرت شهادة المواطنة الرقمية. وبذلت الإمارات جهود لتحقيق مستوى متقدم من الأمن السبراني، ومن هذه الجهود تأسيس الاستراتيجية الوطنية للأمن السبراني، واللي أطلقتها بهدف خلق بيئة سبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكين الشركات أيضاً من التطور والنمو في بيئة آمنة ومستقرة. كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات لتعزيز أمنها السبراني، وتتضمن تأسيس مركز الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي بهدف تحسين معايير أمن المعلومات وممارساته، وحماية البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مخاطر واختراقات الإنترنت. ثانياً، تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة حول أمن المعلومات. هذا كله ساهم بشكل واضح في تحقيق أعلى مستويات الأمن الإلكتروني. ثم تقدمت الإمارات خطوات عدة في مقاييس ومؤشرات الأمن الإلكتروني، وهي الآن نموذج يحتذى ويشار إليه في هذا المجال. كما حرصت كذلك على العمل والتعاون مع الدول الأخرى وكل الجهات المعنية على مستوى العالم لمواجهة التحديات المشتركة. بعد كل اللي قلناه عن الأمن السبراني وأهميته وكيف يؤثر على حياة الجميع، كانوا شركات أو أفراد أو دول، أكيد كثير منكم راح يتساءل كيف أحمي نفسي أنا كفرد من الهجمات الإلكترونية. خلوني أقولكم على أهم ثلاث نصائح للحد من المخاطر الإلكترونية بنسبة كبيرة. أولاً، حاول أن تحد من المعلومات الشخصية اللي تشاركها أونلاين، ولا تعطي بياناتك الشخصية مثلاً كلمة السر أو رقم الهوية أو حساب البنك لأي شخص كان. ثاني نصيحة لتحمي نفسك أونلاين هو أنك تحذر من أي نشاط مشبوه يتطلب أنك تقوم بشيء ما على الفور، أو لما تلاقي موقع يعرض عليك جائزة كبيرة أو فرصة ما تتصدق لكن قبلها يحتاج معلوماتك الشخصية، أو أنك تضغط على رابط لموقع مجهول. ضروري تفكر وتتحقق في مصدر الرابط قبل أي ضغطة، كما يجب أن تتأكد أولاً من مصدر الملفات قبل تحميلها عن طريق الإنترنت، وضروري ما تدخل أي فلاش ميموري على الكمبيوتر إلا بعد ما تتأكد من مصدره وخلوه من الفيروسات والبرامج الخبيثة. ثالثاً، استخدم كلمات سر قوية تشتمل على حروف وأرقام ورموز، بالإضافة إلى نظام التحقق الثنائي في الحسابات الشخصية إن وجدت. وعلى ذكر كلمات السر، انتشرت في الآونة الأخيرة استخدام وسيلة للتحقق معروفة باسم المصادقة بدون كلمة مرور، أو Passwordless Authentication، وهي وسيلة للتحقق من هوية المستخدم دون استخدام كلمة مرور. طب كيف يتحققون من شخصيته؟ عن طريق بدائل أكثر أماناً، مثل إرسال مسج لموبايلك برمز OTP وتدخله مكان الباسورد، أو القياسات الحيوية الخاصة بك مثل بصمة الأصبع أو خاصية التعرف على الوجه أو مسح شبكية العين. كل هذه الوسائل السابقة بالتأكيد أكثر أماناً من استخدام كلمات السر العادية. وبهذه النصائح وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. شوفكم الحلقة الجاية وموضوع جديد نفك أسراره في إنكريبتو.